السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبناؤنا طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارسنا مدارس أنجال الصفوة الأهلية، ومع درس جديد من دروس مادة لغتي الجميلة. إن شاء الله اليوم بنستكمل درس السباق، اليوم بنحل التدريبات لهذا الدرس. الأستاذ أحمد خيري جزاه الله خيرا شرح الدرس بالأمس شرحا وافيا، بارك الله فيه. كلنا إن شاء الله نجيب صفحة رقم 147 من كتاب لغتي. أول شيء مكتوب في الصفحة: أفهم النص وأستثمره. أفهم النص وأستثمره. أجيبه. ماذا السؤال الأول؟ ماذا قال الأرنب للسلحفاة؟ ماذا قال الأرنب للسلحفاة؟ الإجابة: قال الأرنب للسلحفاة: ما رأيك أيتها البطيئة أن نتسابق إلى طرف الغابة؟ السؤال الثاني: لماذا نام الأرنب؟ لماذا نام الأرنب؟ الإجابة: نام الأرنب ظنا منه أنه سيسبق السلحفاة لأنه الأسرع وهي بطيئة. نام الأرنب ظنا منه أنه سيسبق السلحفاة لأنه الأسرع وهي بطيئة. السؤال الثالث: لماذا فازت السلحفاة وخسر الأرنب؟ إيه السبب اللي خلى السلحفاة فازت وخسر الأرنب؟ فازت السلحفاة لأنها سارت دون أن تتوقف بجد وعزم، وخسر الأرنب لأنه كان مغرورا، لأنه كان مغرورا. بعد كده بنستكمل باقي الصفحة. أفكر. أتخيل لو أنني تسابقت مع صديقي وهو أسرع مني، هل سأفعل مثلما فعلت السلحفاة؟ أتخيل لو أنني تسابقت مع صديقي وهو أسرع مني، هل سأفعل مثل ما فعلت السلحفاة؟ السؤال هنا بهل، الإجابة نعم أو لا. أنا أجيب هنا أقول نعم سأفعل مثل ما فعلت السلحفاة، لأنني سأسبقه بجد وعزم بإذن الله. سأفعل مثل ما فعلت السلحفاة لأنني سأسبقه بجد وعزم بإذن الله. نكمل باقي الصفحات. صفحة رقم 148. أنمي لغتي. أصل الكلمة بمعناها. أصل الكلمة بمعناها. عندي ثلاث كلمات: يركض مذعورا طرف، وعندي ثلاث كلمات في الناحية الأخرى: خائفا نهاية يجري. يركض، أسمع بعض إجابات الطلاب يقولون يجري، يركض يعني يجري، أحسنت يا بطل. مذعورا يعني خائفا، أحسنت بارك الله فيك. آخر كلمة طرف يعني نهاية، طرف الغابة يعني نهاية الغابة. نكمل باقي الصفحات. صفحة 149. ألاحظ الجمل وأقرأها. ألاحظ الجمل وأقرأ. هذه المهارات شرحها الأستاذ أحمد وهو بيشرح الدرس ببطء وصبر. نلاحظ هنا التنوين بالكسر في كلمة ببطء وصبر. هنا الكلمة الأحرف الملونة باللون الأحمر نجدها منونة تنوينا بالكسر. أيتها السلحفاة البطيئة. أيتها السلحفاة البطيئة. هنا أداة من أدوات النداء أيتها وأيها. أيتها للمؤنث وأيها للمذكر، وهنا عندما ننادي على المعرف بأل السلحفاة. طيب السؤال، الجملة الثالثة: استيقظ الأرنب مذعورا وراح يركض. استيقظ، مقطعين ساكنين في كلمة استيقظ الأرنب
نابو مقطعين ساكنين أيضا الألف واللام، وهذه لام قمرية. الأر الألف مع الراء مقطع ساكن ثاني، وهذه لام قمرية زي ما أقول. الأرنب مذ 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 مقطع ساكن، الزال مع الميم مذعورا، عو مد بالواو، والحرف الممدود هو حرف العين. مذعورا فيها تنوين بالفتح، والحرف المنون هو حرف الراء. وراء حاء مد بالألف، والحرف الممدود هو حرف الراء. يرقض مقطع ساكن أيضا، الراء مع الياء. نكمل باقي الصفحات. أقرأ الجمل الآتية ثم أرسمها بخطي الجميل مبتدئا من السطر الأخير. نقرأ الجمل، أسمع بعض الطلاب يقرأها. بارك الله فيك. فازت السلحفاة بالسباق، فازت السلحفاة بالسباق. أنسخ الجملة زي ما هي موجودة عندي، مبتدأ من أسفل الصفحة، وطبعا أكتب على هذا الخط اللي هو لونه أحمر هكذا، وأسيب مسافات بين كل كلمة والثانية، وأنسخ إلين ما أصل إلى الصفحة من فوق. أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. العصفور في ال أحسنت يا بطل، في القفص. العصفور في القفص، أحسنت. أتحدث. شايفين صورتين قدامنا؟ ايش يسوي هذا الولد وهذا الولد في الصورة الثانية؟ طبعا هذا اللي في الصورة اللي في الأول أو الصورة اللي على يمين يعذب الحيوان، وهذا نهانا ديننا الإسلامي عن هذا الفعل. وهذا الولد يرأف بالحيوان ويعامله معاملة حسنة. فالصورة في اليسار هي الصورة الصحيحة، والصورة هنا التي باليمين صورة قبيحة لا نحب أن نفعلها أو تصدر مننا نحن المسلمون. أكتب الجملة الآتية مضبوطا بالشكل. أكتب الجملة الآتية مضبوطا بالشكل، هو الإملاء منسوخ. استيقظ الأرنب مذعورا. الطلاب أولادنا يكتبوها بخط كويس. ألاحظ سؤال رقم 4. ألاحظ الجملة الآتية ثم أكتبها في دفتر إملائي من معلمي. هذا إملاء منظور. صارت السلحفاة ببطء دون أن تتوقف. صارت السلحفاة ببطء دون أن تتوقف. أكتب في دفتري ما يملى علي معلمي اللي هو الإملاء الاختباري، جمل تشمل ما درسه الطالب من ظواهر لغوية. أول كلمة هنكتبها السلحفاة. السلحفاة هذه أول كلمة. الكلمة الثانية الأرنب. الأرنب. كلمة الثالثة يرقض. يرقض. كلمة الرابعة سارت. سارت. آخر كلمة هنقولها مذعورا. مذ عورا. وإن شاء الله بكده نكون انتهينا من درسنا، درس السباق شرحا وحلا للتدريبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.